بالنسبة للدورة 15 في مهرجان مراكش كانت دورة رائعة، دورة في مستوى يعني الحمد لله. غادي المهرجان في تطور رائع يعني الحمد لله الحمد لله، ده لان غادي يترقى تيوصل لواحد المستوى اللي يشرف البلاد ويفرحوا به الفنانه والجمهور المغربي. هاد الدوره يعني اللي تواجدت فيها هذا شرف لي، انني لان تعرض فيها الفيلم الجديد من من من, من, من هذه السنه، هو الفيلم ديال المسيره الخضراء اللي داز في هذه الدوره. وكيف قلت ان المهرجان رائع ونتمنوا يرقى اكثر واكثر ونوصلوا لواحد المستوى اللي شرف البلاد.